دابا هو كان كأس المغرب، هو كانت لا كوب دو ماروك، كانت يديرها لا ليغ اللي كانت تنظم، وكانت بدات. حنا كان الاسفي فاز بواحد الكأس المغرب، كان ربح سيدي قاسم، والعام اللي من موراه كنا خسرنا في النهائي، لكن مع استاد ماروك هنا كانت تخوف، وكان هذاك اثر، كان تاثير كبير على الكره في اسفي، هذيك الخساره مع استاد ماروك. دونك كانوا جوج ديال لي فينال، وحده ربحناها وهادشي. دونك هادو كأس المغرب. من بعد الفكرة ديال كأس العرش باش الناس يعرفوها بدات بالعصبة الحرة، والفكرة انطلقت من مدينة أسفي، لقاش المرحوم رحمه في هذا النهار الملك الراحل محمد الخامس، كان طلب باش أنه دار واحد العصبة الحرة، وأنه تبدا الرياضة تلعب الدور ديالها. وكان دار اجتماع، أول اجتماع، وكان البعض اللي تسميها من المناظرات الرياضية الأولى في المغرب، كانت اجتمعات في أسفي، وكانت اجتمعات في بيت السي محمد بن الخاطر، وكان حضر، كان من ضمن هذه العصبة الحرة كان الله يطول في عمره السي عبد الرحمن اليوسفي، وكانوا مجموعة ديال الإخوان. وهنا نقدم واحد التحية لواحد الأخ اللي وجد واحد المنتوج كبير، وتنتمنى أنه يخرج للسوق، لقاش فيه مجموعة ديال اللي هو السي سلام، لقاش جزاك كتاب خير سلام. بالخير. وهذا الشيء اللي خصو يعرف بنادم، ان 18 نوفمبر راه ماشي من اللعبات باش دارت بناء على واحد التاريخ عزيز على المغاربه، راه اللي كانت خصها ديك الفتره. ومن ثم بدات من 46 بداو لي كوب دي ترون، دونك حتى ل 56 هذاك كانت العصبه الحره هي اللي تنظمهم. دونك هذه المرحله من التاريخ ما يمكنش ننساوها، ولا بد تنظن بان اول فريق اللي فاز يكون هو المجد، مجد ديال الدار البيضاء الا ما خفت نكذب. و18 نوفمبر كانت تلعب النهائي، وهذا الكاس خدا اسماء مختلفه، كاس العرش، من بعد كان كاس كان المرحله اللي سافر فيها اللي تنفى فيها محمد الخامس، تبدل ليه الاسم، كاس الرجوع من يرجع، وكاس العوده. دونك تاريخ جد مهم في هذه العشر سنوات اللي صراحه خصنا ما ننساوش. حقاش كاس العرش تعرف طيب الجميع ان احمد، كنشكر بزاف على هذه التوضيحات بخصوص كاس العرش. هذه غتكون سابقه ومعلومه اول مره كنعرفوها، بان اولمبيك اسفي عنده لقب، خاص غير توثق، والسفينه اسفي خاصها تكون فخوره بالنادي ديالها.